مملكة الآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين آمين. بسلام إلى الرب نطلب السلام الذي من العلا وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب يا رب يا من أجل سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب يا رب ارحم من أجل المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب والكهنة المكرمين وخدام المسيح وجميع الإكليروس والشعب إلى الرب نطلب يا رب ارحم من أجل هذه المدينة وجميع المدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب من أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض باستمرار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب أجل المسافرين في البحر والبر والجو والمرضى والمصابين والمسبيين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب من أجل نجاتنا من كل حزن ورز وخطر وشدة إلى الرب نطلب يا رب ارحم اعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله أنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدوس
الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين. آمين. بجفاعة والدة القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين. Thank you.
بعدك يا ربنا بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لأنك إله صالح ومحب البشر ولك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دار الدائرين غير الخادم
Thank you.